يبقى نشطعن على سنة ولا سنتين كما صرا في عدل واحد، والمواطن يقعد ما يعرفش يقعد في عدل ولا يروح نمط آخر، ولا لازم الجواب يكون بسرعة باش عنده الحق ولا ما عندهش الحق. هو إجراء جاء به المسؤول الأول على قطاع السكن عبد الوحيد طمار لإنهاء حالة السوسبانس والترقب وسط المكتتبين في برنامج عدل اثنين التي خلقتها عملية الغربلة. إجراء سيسمح للمكتتبين بالاطلاع على وضعية ملفاتهم وما أفضت إليه هذه العملية، حيث تشير المعطيات إلى إسقاط قرابة 10,000 مكتتب من أصل 600,000 مكتتب شملهم التحقيق. وبغية معرفة الأشخاص المستحقين لهاته السكنات، فتحت مصالح وزارتي السكن والداخلية تحقيقاً خاصاً بالحالة المدنية للمكتتبين. هي خطوة جدية من القائمين على قطاع السكن لتفادي أي تلاعب في الاستفادة من سكنات عدل والتي ينتظرها الكثيرون.